بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، شكرا للكريبي بن جابر المري على هذا التواصل. نهني الفائزين ايها الاخوه. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل الرقم السابع في هذا المهرجان، مهرجان سيف امير البلاد المفدى. سيارة ثمينة رصدت للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة كما يتمناها الجميع من المركز الثاني حتى المركز العاشر. مباشرة إلى تعداد الأسماء الخمسة الأولى والمركز الأول، هنالك خيرة والخير فيما اختاره الله. جابر بن راشد الخيارين الهاجري على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني الرياضية للسيد سعيد بن ناصر بن حمد المري على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، هنالك الوصول القوي ايضا من قبل التي تحمل الرقم 55. المركز هنالك الوصول ايضا والوصول، ولكن الضعاين، يا سلام، هذه ضعاين لخليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه مع المركز الان الثالث والوصول ايضا والتسلل من بقيه الاسماء. وصول ايضا وانطلاق قوي وانطلاق وتميز مع بشاير الخير سالم بن الدحبه بن محمد بن صقوح العامري على المركز الخامس. الله الله الله، خمسه اسماء جوهريه تتلألأ مع مقدمة هذا الشوط. المركز الأول والتغييرات السريعة، هنالك برمجة غالية على مقدمة الشوط للسيد عبد الله بن ناصر بن يعان بن خلفان الشامسي على المركز الأول، تليها مباشرة أيها الأخوة الكرام هنالك الضعاين لخليفة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية على المركز الآن الثاني، والدور دور المركز الثالث. هنالك الوصول من خيرة لجابر بن راشد بن محمد الخيارين على المركز الثالث، ووصول أيضا ونقلة جميلة من ضمن هذه الأسماء الملاحقة والواصلة والباحثة أيضا عن التحدي والإثارة. هنالك الظبي اهلال بن سالم بن سعيد الكتبي، وايضا تسلل من الجهه الاخرى وما تحمله لنا من مفاجات. هنالك زعزعه حمد بن نابت بن خيله العامري على المركز الخامس. اذا خمسه اسماء رائعه، خمسه اسماء مميزه على مقدمه هذا الشوط. اعود الى المركز الاول، اعود الى برمجه مع هذا الاسم الكبير، مع هذا الاداء بدون اي اوامر. ما شاء الله يا الشامسي عبد الله بن ناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي على مقدمة الشوط، تليها في المركز الثاني. المركز الثاني ضعاين لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الآن الثاني، والدور دور المركز الثالث. عسيل يمعة بن محمد بن يمعة بن معضد المهيري على المركز الثالث، والدور دور المركز الرابع. الوصول ايضا من زعزعة حمد بن نابت بن خيله العامري، وفي المركز الخامس هنالك خيره جابر بن راشد بن محمد الخياري الهاجري. هذه هي الاسماء ايها الاخوة الكرام، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اينك ايها القلم الذهبي لتدون اسم السيارة بسجل ذهبي مع هذه الفائزة مع هذه المنتصرة؟ ولكن الضغوطات والشعارات بدت في الزحف المبكر ضمن هذه الاسماء المسيطرة. هنالك اللي هي برمجة وعسيلة في موقع واحد، برمجة وعسيلة هنالك على مقدمة هذا الشوط. برمجة لعبد الله بن ناصر بن يعان بن خلفان الشامسي، وايضا هنالك عسيلة ليمعة بن محمد بن يمعة بن معضد المهيري، يا سلام، تنضم اليهم في المركز الثالث وهي تحمل الرقم ثلاثة اللي هي الضعاين لخليفة بن عبد الله العطية مع المركز الان الثالث. واسم جديد، اسم جديد بدا يظهر هنالك من الزاويه الاخرى، هنالك سهيل بن سليم بن شوير بن سعيد العامري مع المركز الان الرابع والمركز الخامس. الخامسه هنالك ايضا وصلت من الزاويه الاخرى وتحمل لنا رقم 38 اللي هي مثيره لمحمد بن عبد الله العامري، ووصول ايضا من ندى محمد بن سعيد محمد الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى هذا الشعار الذي ابدع وسوف يبدع، ولكن التسلل السريع من ندى، يا سلام
الحكم يا ندى مالك. ندى هو من يتابع الاسماء المنافسه له مع هذه اللحظات الجميله. محمد بن سعيد بن محمد بن خادم الشامسي المركز الثاني، اسم جديد، ظهور من جبار محمد بن سالم بن محمد الاكتبي على المركز الثاني، بينما الدور دور المركز الثالث هنالك نجده لسهيل بن سليب بشوير بن سعيد العامري. وفي المركز الرابع الوصول ايضا من هنالك الاسم الجديد والواصل الضبي هلال بن سالم بن سعيد الاكتبي مع القوه ومع الاثاره. الله 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 الله، الانعطاف الاخير، الانعطاف ما قبل السياره يا اخواني، يا مستمعين، يا مشاهدين، يا ملاك المركز الاول والصداره والقوه والاثاره هنالك مع المقدمه ومع الصداره. يا سلام يا سلام، المركز الاول يا ابو ضبيعه محمد بن سالم بن محمد الاكتبي على مقدمه الشوط وعلى الصداره. روح يا الاكتبي مع هذا التالق، مع هذه النجوميه الواضحه عبر هذه المسيره. المركز الثاني هنالك اسماء قويه ايضا، ندى محمد بن سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي. وفي المركز الثالث الوصول ايضا من الظبي هلال بن سالم بن سعيد الاكتبي مع المركز الثالث، اسم جديد وصل ايضا بقوه هنالك نسبه لسعيد بالطوير بالاسود بن محمد العامري. يا لها من اسماء، يا لها من تاريخ، يا لها ايضا من لحظات جميله وسعيده مع هذا التالق، مع هذه النجوميه الواضحه عبر القنوات الناقله والمتابعه ايضا مع البدع والكثير من القنوات. المركز الاول والصداره، الكيل المتر النهائي. الله يا ابو ضبيعه، الله يا ابو ضبيعه، الله يا الاكتبي، الله يا التالق، الله يا جباره، الله يا الهباب، الله يا الامارات. المركز الاول والصداره، جباره 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 جباره، يا سلام مع المركز الاول ومحمد بن سالم بن محمد الاكتبي والوصول من نسبه سعيد بالطوير بالاسود بن محمد العامري واصله بقوه. المركز الثالث هنالك الوصول ايضا من هذا الاسم الكبير عسيله يمعى بن محمد بن يمعى بن معضد المهيري مع المركز الثالث. هنالك ايضا وصول ايضا من حمد بن مطر بن عميره الشمسي مع مزنه مع المركز الرابع، ولكن خلاص اعود مع الناموس، اعود مع صاحبه السياره وتحاول انت ايضا تزيد سياره ثانية. وهنالك مهرجان سمو الشيخ محمد بن زايد ايضا تاريخها والتلة تتحدث مع السيارة. وهذه هي سلام يا نزوة، سلام سلام يا الهباب، سلام سلام يا جبارة، يا سلام محمد بن سالم بن ضبيعة الاكتبي. تهانينا لك ولمضمرها ولمتابعيها ولعشاق هذا الاسم الكبير وايضا لهذه السلالة. يا سلام مع المركز الاول. روح يا عوض، روح روح يا المالكي، ابدع يا المالكي كعوائدك ما شاء الله، انطلق الى الناموس. تهانينا له والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني هنالك نسبة سعيد بالطوير بالاسود محمد العامري. المركز الثالث الوصول والقوة ايضا من عسيلة يمعى بمحمد ومعضد الهيري. المركز الرابع الوصول من الظبي هلال بن سالم بن سعيد الاكتبي. وفي المركز الخامس الوصول من الخزنة لمطار بن مساعد بن خالد محمد المنصوري. شكرا العويسي، شكرا لكافة الزملاء. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، القوة والإبداع كان مع جبارة محمد بن سالم بن محمد الاكتبي هو فائزا. وتوقيت الزمن 7:45 و71 أيضا جزء من الثاني عوض بن ناصر، من تابع هذا الاسم له التحية والاحترام. المركز الثاني والابداع، التوقيت 7 دقائق مشاهدينا متابعينا الاعزاء، توقيت المركز الثاني 7:49 6 اجزاء من الثواني. التالق مع نسبه لسعيد بالطوير بالاسود محمد العامري. وفي المركز الثالث كانت القوة حاضرة ايضا مع عسيلة يمعى بن محمد بن يمعى بن معضد المهيري. وتوقيت الزمن 7:50 20 جزءا من الثواني. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، النواميس ذهبت وكلمة اخرى والمايك تتجول بين الزملاء والزميل حمدان بن سالم الجحافي واصف لنا القصة.